زي ما شفنا في التقرير، يعني حقيقي فنانة موهوبة. الواحد بيكون فخور كده لما بيكون في نماذج مصرية مشرفة، وتحديدا لو مصريات، لأن دايما أي قصة نجاح بيكون وراها المرأة. مش هكون بقى متحيز هنا فيها. خلونا دلوقتي نرحب بالمهندسة هبة محمد توفيق، الحاصلة على جائزة أفضل فنانة تشكيلية عربية في فن الديكوباج. أهلا بيك يا باشمهندسة. اهلا بيك، اهلا وسهلا. يعني بنصبح على حضرتك الاول، وعاوزين بقى ايه يعني تبسطي كده للساده المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي، ايه هو فن الديكوباج؟ اولا صباح الخير، وصباح الخير يا مصر. بالنسبه لفن الديكوباج، هو فن فرنساوي اصوله صينيه. هو ببساطه هو فن قص الورق، ازاي ان انا اقص الورق او اتعامل مع الورق بشكل مختلف غير الشكل المتعارف عليه، غير موضوع القص واللزق بس، عشان ساعات بيختلط على الناس. في منه نوعين، في نوع مجسم ونوع مسطح. النوع المسطح بيستخدم في الريسايكل، اللي هو اعاده التدوير، يعني لو مثلا حته موبيليا قديمه، ترابيزه مثلا، كبورد او كرسي او كده، بدل ما برميه لا بستخدم ديكوباج علشان اعمل له اعاده تدوير، اغير شكله، نيو لوك يعني زي ما بنقول. بالنسبة للمجسم، زي اللوحة اللي أنا شاركت بيها في المسابقة، ده بيبقى عبارة عن طبقات من الورق بتتحط فوق بعضها بشكل معين بعد معالجة الورق، لأن الورق طبعا بيبقى ليه مسام وكده، وطبعا الحاجة دي بتتعمل علشان تعيش سنين طويلة. اللوحة اللي أنا مشاركة بيها دي أنا عاملاها من 11 سنة وكان بيها الحظ بقى إن أنا أشارك بيها في المسابقة، لأنها لوحة هيبقى أنهي لوحة بالظبط اللي هي رسمة فيها إيه؟ اللي هي الفاز الكلاسيك، فاز الورد، وحواليها الفريم الداخلي اللي هو معمول واخد تأثير الموزايك. استخدمتي وقت قد ايه، او خدتي وقت قد ايه وانت بتعملي اللوحه دي؟ خدت اسبوعين شغل. طب بصي هبه، عايزه اعرف منك من الاول، انت عرفتي منين ان انت عايزه تعملي الديكوباج لانه مختلف؟ يعني خلينا نقول مش كتير من الناس تعرفه. هل انت كنت بترسمي في الاول فحسيتي ان انت عايزه تاخديها تو او لليفل مختلف مثلا؟ هو بالنسبه لموضوع الرسم او موضوع الفن عموما، هو بادئ معايا من زمان قوي، بس ابتدى بشغل الهاند ميد من وانا صغيره جدا، والفضل ده يرجع لجدتي الله يرحمها. الموضوع بقى اتطور بعد كده اثناء الدراسه بقى، المدرسه، حصص الرسم والاشغال الفنيه والكلام ده، اتعلمت حاجات كتير. يعني رسم على الازاز، شغل الحرق على الخشب والجلد، الموزايك، رسم على الحرير، يعني حاجات كتيره زي كده. من حبي للفن وكده، كنت ما بشوف حاجه جديده او بسمع حاجه جديده لازم اصمم ان انا اتعلمها. انا بس حاسه انه يمكن يكون صعب شويه انك الورق تقصقصيه وتعملي لوحه كبيره زي دي من 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 ورق كتير في مخيلتي يعني. فاشمعنى الفن ده اللي انت قررتي انا عايزه اعمله وعايزه اكون كويسه قوي فيه لدرجه انك تدخلي مسابقه وتكسبيها؟ هي الموضوع جه بالصدفه، يعني المكان اللي انا كنت رايحه اخد فيه الكورس كنت رايحه علشان اخد الازاز المعشق، بس ما صادفش ان انا لقيت يعني حد بمستوى كويس اخد معاه الكورس وكده. فلفت نظري عمل معلق على الحائط هناك عباره عن لوحه للديكوباج، دي كانت اول مره اعرف او اسمع عن فن الديكوباج. فلفتت نظري جدا، شكلها حلو وشكلها جميل، فن جديد انا ما سمعتش عنه قبل كده. فالحمد لله ربنا كرمني بالفنانه القديره الاستاذه ناهد عبود، دي استاذه الديكوباج في مصر، وتعلمت على ايدها الكورس. والحمد لله اللوحه دي زي ما بقول لحضرتك كده انا عاملاها من 11 سنه، تمام؟ اول لوحه عملتها بعد الكورس ما خلص على طول. وكان ليها نصيب ان انا ادخل بيها المسابقه، والحمد لله كسبت بيها الحمد لله. طيب يعني هبه، كلمينا عن فكره اللوحه وايه خطواتك اللي جايه بعد كده؟ يعني هو انا مش تخصص ديكوباج فقط، لان الناس مصنفاني في الفئه دي بالذات. انا الحمد لله بشتغل في الفن التشكيلي وفي الهاند ميد حاجات كتير. الخطوه اللي جايه بعد كده هي خطوه الانتشار، يعني هو الديكوباج مش معروف قوي لحد دلوقتي، او المتعارف عليه قوي اللي هو شغل الريسايكل ده متعارف اكتر، لانه كناحيه عمليه بيستخدم في البيوت دلوقتي لما تحب تعمل او تجدد في بيتك حاجه مش هتكلفك كتير، خصوصا لو انت اللي بتعملها بنفسك، تمام؟ صحيح. بالظبط. لكن بالنسبه للشغل بشكل عام في معارض انا بس ده شغلك الرئيسي او الاساسي يا هبه؟ لا انا شغلي الاساسي، انا سينيور جرافيك ديزاينر بقالي 20 سنه. الدراسه مختلفه تماما، يعني الدراسه كانت طباعه منسوجات وصباغه وتجهيز فنون تطبيقيه، لكن مجال العمل انت عارف بقى في مصر ما حدش بيشتغل. انت بتقولي عاوزه ان انت تنتشري او ان انت تتوسعي في فن الديكوباج ده، يعني خلينا اسالك كده وبصراحه، هي شغلانه مربحه؟
حاليا لا. حاليا لا، لان صريحه قوي. بس عندك اصرار وتحدي ان انت تكملي فيها يعني. بالظبط بالظبط، لان المساله مش مساله ربح مادي وبس. يعني الموضوع انت عارف ان اي فنان علشان ينتشر ويتعرف ياخد سنين علشان اسمه ينتشر، وفي ناس كمان يعني ما حدش بيفتكرها الا بعد ما بتتوفى، ساعتها الناس كمان ساعتها الناس بتخلد اسمها. لكن يعني ربنا يسهل ان شاء الله. والمهم اكتر الموضوع الانتشار يبقى بشكل عالمي مش على المستوى المحلي بس. هبه انت بصراحه نموذج حلو قوي، لسبب انك عارفه تحققي المعادله الصعبه اللي كل ست يمكن بتبقى بتحاول ان هي تعملها، ان هي توفق ما بين بيتها وشغلها وموهبه هي شاطره فيها، وانت قادره ما شاء الله انك تبقي كويسه جدا وممتازه في كل ده بطريقه يعني قادره تعملي المعادله الصعبه دي. احنا بنشكرك المهندسه هبه محمد توفيق الحاصله على جائزه افضل فنانه تشكيليه عربيه في فن الديكوباج، وبنتمنى لك مزيد من توفيق ان شاء الله في اللي جاي، وبنتمنى تكوني معانا في ان شاء الله في الحلقات الجايه. يعني ما شاء الله اللهم لا حسد، يعني زي ما قلت شاطره يعني جدا وفنانه لا وعندها كبيرة. قصه اراده يعني لسه كنا بنقول اراده وعزيمه المصريين في المباراه، لا مش بس في الكوره، لا في كل مجال هتلاقي المصري يعني مبدع وعنده عزيمه واراده واللي هو يحقق ذاته.